تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في تنمية المناطق الأكثر احتياجاً والنائية من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات في عدة قطاعات. في منطقة برج العرب بالإسكندرية قامت حياة كريمة بتوفير متطلبات أساسية هامة مثل المدارس والمستشفيات ونقاط الإسعاف ومراكز الشباب، وتم تجهيز المدرسة بأجهزة كهربائية وألعاب الأطفال ومساحة خضراء لاستقبال مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي بكل مراحلهم. مدرستي كانت بعيدة جدا، اسمها الجويرة، بعدين احنا نقلنا هنا في شهر 3 اللي فات. المدرسة دي تبع حياة كريمة، انشئت 2021. بدأنا بسنة أولى، بقى عندنا كي جي 1 وكي جي 2، وبعدين سنة تانية، السنة الجاية هيبقى عندنا سنة تالتة. المدرسة متجهزة كي جي 1 وكي جي 2، الست سنين الابتدائي، التلاتة الإعدادي، متجهزة أجهزة كهربائية وألعاب، والكي جي على أعلى مستوى في الألعاب الأطفال. المدرسة دي طبعا اتحطت في مكان وفرت لناس كتير جدا التعليم. بالنسبه لطبيعه المكان هنا، ما كانش ينفع ان مثلا البنات تطلع تروح هنا ولا هنا، فالمدرسه دي توفرت لهم المكان اللي يقدروا يتعلموا فيه للاطفال. السكه برضو المدارس هنا تعتبر كانت بعيده، طرق يمشي على الطريق، العربيات بتاع، فدي طبعا قربت المكان ليهم.